الآن إحنا يم هذا المستوصف المقترح أن نبقى المستوصف القاسم المتهالك إلى هذه البناية، وراح أراويكم البناية وشنو السبب وشنو مشكلتكم ليش ما تقلون المستشفى. هذا المستوصف هنا لما يوقع على الناس، لما يوقع على الموظفين. طبعا هسه احنا دخلنا للمستوصف المقترح وراح تشوفون بنايته واتفقوا ويا بالعماره، وبالعماره دبل اكثر من 250 مليون، قطع المكان وسواه بالضبط. صار لكم شهرين ما تدتشون واحد يدبها على واحد، ردفتيهم شغلتكم شنو؟ عم احنا متظاهرين وكشفنا كل اوراقكم، عندنا ملفات، مستشفى القاسين فاسدين قاعد يردون بس يردون يدمروها. المستوصف اكو ناس مستفادين بيروقراطيين ونعرفهم واحد واحد. وين راحوا وين اجوا؟ صدقوا بالله احنا المتظاهرين ولدت عندنا شباب الان تراقب، موجودين موظفين ويراقبون كل حركاتكم وكلها قاعد توصلنا اول باول. تعال شوف، صور لي البناية، صور هاي الغرف، عايزه هاي البناية الحلوة وين؟ وذيك البناية الكعبانة وين؟ تفضل. الله يجزيك. ها تفضل. شوف مطرح 30 غرفة مرافق، مختبرات، غرف محترمة. يجي شوف تفضل، هاي صالة، هاي صالة، هاي صالة للمراجعين، للنساء الحواميد، للأطفال. تفضل هاي صالة، هاي عندنا جناح كامل للإداريات. تفضل هاي غرف بين مختبر وشو إشرادوا على ما طلبوا مستوصف القاسم، ايش طلبوا وطوا الخرائط وسواها على ظهرها. تفضل. أنا ناشد كل شريف، ناشد كل شريف أن ينقذ مدينة القاسم من الفاسدين، وشكرا.